دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، وشكرا على المتابعة. ضيفنا اليوم أحمد نجيب شابي، رئيس الهيئة التأسيسية السياسية لحزب الأمل. مرحبا بك. ومحامي محامي سابق. يا أخي نقول محامي سابق، أنا أعطوني لقب محامي شرفي. محامي شرفي، المحامي يقعد محامي، العميد يقعد عميد، ويكرموه يعطيوه اللقب. أنتوكا ناشط سياسي. نجيب شابي، كنت من الأوائل أو من الشخصيات السياسية الأولى اللي التقات الاتحاد وأمين عام الاتحاد. خرجت صرح، ووقتها نتذكروا أنه تصريحك ما كانش متناسق برشا مع تصريحات الاتحاد. احنا حكينا وقتها في 90 دقيقة، قلنا هل أحمد نجيب الشابي أفصح حقيقة على فحوى اللقاء، وإلا هو يحب يستغل اللقاء هذايا باش يقدم بطاقة سياسية للضغط على قيس سعيد. أنت قلت أنه لا، راهو الاتحاد مش قابل برشا بالوضعية هذايا، أنت تدابير استثنائية ونعرفوش الأمور وقتاش باش تتصلح. وهذا قبل سيدي بوزيد، قبل خطاب سيدي بوزيد. والله مواقف الاتحاد منشورة، وفي الحقيقة معناها ما عندهاش نفس المعنى في كل وقت. أحيانا تبدو أن راديكاليا ضد استمرار حالة الاستثناء والدفاع عن الحريات وإعطاء حكومة، وأحيانا تبدو بأنها تعطي للسيد قيس سعيد خريطة طريق باش يمشي عليها، يعني تفوض له الأمر. فبالتالي كل ما نقوله أن اتحاد الشغل هو أهم منظمة مدنية في تونس، واتحاد الشغل تاريخيا في عهد الشهيد فرحات حشاد، في عهد سي الحبيب عاشور وما أدراك ما سي الحبيب عاشور، إلى سي العباسي، أيضا سي حسين العباسي، لعبوا دور قيادة وطنية. الثقل متاع الاتحاد وصفوه لحل وطني. حشاد لم يقع اغتياله لأنه نقابي، ولكن لأنه زعيم وطني يعمل من أجل الاستقلال. فاتحاد الشغل عنده دور وطني. هل الآن يشعر بهذا الدور وبضرورة الاضطلاع به؟ الحكم مش على أساس الخطب. لا أنا نعرف، أنا نسأل فيك. نجاوب فيك. نجاوب أنت فيك. تعرف، أنا أقول لو كان الاتحاد تتعلق همته بتوحيد المجتمع المدني والسياسي نظرا للثقل اللي يتميز به، تو تجتمع هالندوة الوطنية الاستشارية، لأن شخصيا راه الإطار الأفضل باش نبلوروا الخيارات متاع الإصلاح السياسي وإصلاح النظام السياسي وإصلاح النظام الانتخابي، و المطالبة بعرضها على الاستفتاء الشعبي والذهاب إلى انتخابات مبكرة. هذا الاتحاد قادر باش يلعب دور به. وأنا جاي الآن وكنت نسمع في محطة أخرى في سي محمد القماني يتكلم باسم حركة نهضة، يعني يبدو أنهم همش معارضين هذا الاتجاه. فإمكانية خلق توافق موجود، ولكن التسليم بأمرنا إلى ما يعتقد أنه صاحب الأمر هو في الحقيقة إلا واحد منا، رئيس الجمهورية التونسي، بين التونسيين والتونسيات، أخذ مهمة أمانة في إطار منظومة دستورية في إطار شرعية، ما يتميزش على التونس الأخرين وبيش يقرر في بقعتهم بدعوة التأييد الشعبي. ما تدعون أنه أزمة وتهديد لمؤسسات الدولة وتغييب المجتمع السياسي، رئيس الجمهورية يراه فرصة لإنقاذ البلاد من خطر داهم وجاثم على رأسه البرلمان، وبعد يجيوا الناس الكل الأخرين الطبقة السياسية. معناه إلنا إبارني بيرسون في الخطاب بتاعه الأخير. هيت نسمعوا إكسخي من سيدي بوزيد ونرجع معك أحمد نجيب شابي. ستتواصل هذه الحملية الاستثنائية، قد تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة، ولكن ستكون الأحكام الانتقالية التي تستجيب لإرادتكم، كما سيتم إن شاء الله مشروع القانون الانتخابي الجديد حتى يكون النائب الذي تم انتخابه مسؤولا أمام الآخرين، وليس هذا بالبدع إطلاقا، فهو موجود في القانون الوطني. الدستور يقول السيادة للشعب، السيادة للشعب، وأن لم يستطع الشعب ممارسة سيادته عن طريق الانتخابات والاستفتاء، فمعنى ذلك أنه تم السطو على إرادة الشعب.
السطو على إرادة الشعب ما عادش مقبول، هذا نفهموه من أكلام رئيس الجمهورية. حتى الانتخابات سي أحمد نجيب شيبي راهي باش تتبدل، معناها يقول لك رئيس الجمهورية قانون انتخابي جديد، الوكالة ستكون للشعب، يعطيها للنائب ويأخذها منه وقت اللي يحب هو، مش هكيك مصايبة كما شفنا في البرلمان اللي فات. ليست مشكلة حكومة بل مشكلة منظومة. وين هنا سامحني أحمد نجيب شيبي، ما يلزمني ننقل لك الآراء اللي ضد الآراء متاعك انت والناس اللي تقول اليوم انه مازال هناك مستقبل للطبقة السياسية ولا الأحزاب ولا غيره. قيس سعيد ما عنده طريقه وأعلن عليه وماشي فيه. الإصلاح السياسي انت مع شكون تحب تعمله ولشكون تحب تعمله؟ هو المشكلة انه ما يلزمناش نخليه البلاد في يد شخص واحد، يلزم تتكتل كل القوى وبكل السبل السياسية والمدنية والسلمية نقف في وجه هذا الهروب إلى الأمام والانفلات عن العقد الدستوري اللي يجمع بيناتنا. قيس سعيد هو موجود في كارتاج بحكم تفويض من الشعب في إطار كونتراتو. كونتراتو هذا اسمه الدستور، ما عندوش الحق باش يتجاوزه أو باش يعفس عليه. الآن بالنسبة لنا وقع ما وقع، الفايدة ما هوش أنه نقعدوا التالي. قيس سعيد عملها الإجراءات هذه لأن المنظومة السابقة ما عادش ماشية، والمنظومة السابقة ما عادش ماشية، فما شبه اتفاق أنه النظام السياسي الهجين ما عادش ممكن باش نمشي به، وبالتالي لابد من مراجعته. فما عدة انتقادات للنظام الانتخابي، يقولوا ما عطاش أغلبية، فيها أراء على كل حال مستوى باش نناقشوها. هذه فما إجماع على حل هالزوز نقاط هذه، وفما اتفاق أنه هالأزمة الدستورية وأزمة الشرعية اللي خلقها سي قيس سعيد ما نجم نخرج بها إلا بتوافقات، بمعنى أن نستشير بعضنا البعض، نبلور الخيارات وشكون باش يقررها، باش يقررها الشعب هو صاحب الامر. فبالتالي عن طريق استفتاء. سي نجيب شابي، نفهم من كلامك انك على المبدا، معناها على نقاط اللي اعلن اليوم رئيس الجمهوريه ماكش مختلف برشا، ولكن الطريقه، معناها لو كان جاء رئيس الجمهوريه تحدث معاك انت مش في شخصك او انت والمجموعه التي تمثلها ولا اتحاد الشغل ولا يمكن راك تستسيغ التماشي نتاعو، المشكله في يحكي وحده ولا معاكم. سمعت في محطتكم مثل هذا التاويل. الموضوع ليس شخص محدثكم، شخص محدثكم زائل يمكن ما نوصلش لبيتي لا هذا كل شيء، كل إنسان معرض، ولكن مشاكل تونس مش تبقى هي ما يتغيرش منها شعرة. فأنا نخمم في مشاكل تونس، ما نخممش في مشاكل الأشخاص. تونس كان ممكن قيس سعيد ينقذها لو استجاب إلى مبادرة اتحاد الشغل في جمعان التونس كل وحوارات حول الإصلاحات الواجبة، كيفية القيام بها وكيفية إنقاذ البلاد. ما ننساوش أن البلاد غارقة. لم يستجب وإلى الآن وأصبح يتهكم على المبادرة. فبالتالي ليس في منظوره الآن أن يجمع التوانسة، ولذلك إما التوانسة يجمعوا بعضهم أو أقول الطبيعة تأبى الفراغ. يعني مش يعني تونس على شفة الهاوية، ما نظنش أن أبنائها باش يخليوها تسقط. إلى المؤسسات المدنية عجزت، فما مؤسسات أخرى عندها إمكانيات باش تتدخل، مؤسسات الدولة مثلا. وبالتالي أنا شو نقول، هذا التلميح اللي تحكي عليه ما هوش تابو، أنه عندما تعجل المؤسسات المدنية هناك مؤسسات أخرى متاع الدولة قائمة وموجودة. هذا السيناريو الأقصى اللي نجمو ناخلتو هنا. تتحدث عن المؤسسة العسكرية نجيب شيبي، تحدث عن الجيش. لا مش بالضرورة، لكن الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة. الجيش محايد سياسيا، ما يدخلش في الحياة السياسية، وما نحبوش شخصيا يدخل في الحياة السياسية، لكن الجيش مؤسسة وطنية، مؤسسة قائمة على الانضباط. هي الآن منضبطة لرئيس الجمهورية، منضبطة للقائد الأعلى للقوات المسلحة. هي تعتقد بأننا احنا ماشيين في تطبيق الفصل 80 من الدستور، لكن الوضعية من 25 جويلية لليوم توري اللي احنا خارجين على الدستور، توري بأننا عزلنا على العالم
وأصبحنا في وضعية حصار تقريبا سياسي قد يكون له تداعيات اقتصادية خطيرة جدا. احنا اليوم الأسعار قبل 25 جويلية واليوم ما عندهاش علاقة. من يقرر اليوم في الدولة أحمد نجيب شيخ؟ الذي يقرر هو شخص الرئيس، استولى على الحكم لخاصة نفسه، انقلب على الدستور وأحكام الدستور كلها، وأصبح يسمي في الولايات والمعتمدين وما يسميهم هم القائمين بشؤون الوزارات بدون أي قانون. فبالتالي الحكم الفردي المطلق قاعد قدامنا يتبنى، ما نجموش نسكتوا عليه، ولو أنه الشعب تبعت له عدد من الأفكار اللي هي جادة عليه واللي هي تتلخص شو تونس راهي بلاد ثرية. والحقيقة كيف تقارن وضع تونس بالدول الأخرى ما تنجمش تقول أنا هذا، وأن ثروتها فكينها منهوبة. الفساد منهوبة، وهذه دخلت، وأنه دور رئيس الجمهورية باش يفك المليارات من يد السراق ويخلي الشعب في بحبحة من الحياة. تعرف نتيجة هذا شنو؟ تخريب الاقتصاد، لأنه استهدف كل صاحب مؤسسة، كل تاجر في مؤسسته وفي وظيفته، أصبحوا كلهم سراق حتى يأتي ما يخالف ذلك. أنت حليت قوس على سؤال قبيلة تبادر إلى ذهني سي أحمد نجيب شابي، علاش ما نشوفوش منظمة الأعراف معاكم في الموضوع؟ هل تحاورتوا معهم، تحدثتوا معهم؟ منظمة الأعراف فيما يخصني توعامنص لما مشينا لاتحاد الشغل باش نعرضوا عليه فكرة مؤتمر للإنقاذ، استقبلونا لمدة ساعة ونص، وفد كان من عدد من الأحزاب، كان فيه المشروع، كان فيه الأمل، كان فيه بني وطني، كان حصيله، كانت مجموعة من الأحزاب توجهت لاتحاد الشغل وتوجهت لمنظمة الأعراف لمطالبتها بالمبادرة بجمع مؤتمر وطني للإنقاذ. ما عطاوناش صرف من عدل، سمعونا واكتفوا بالاستماع، وانا نشوف ان دورها الان سلبي جدا. وفي الحقيقة في جميع المحن اتحاد الاعراف خلافا لاتحاد الشغل دوره يتميز بالسلبية. واضح. يلا فاصل ونرجع معك احمد نجيب الشابي. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. مرحبا بكم الناس الكل، ضيفنا اليوم أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل. نحكيه على دور القوى السياسية الحية والمجتمع المدني إلى غير ذلك في مسار آخر، في أفكار أخرى بخلاف اللي نسمو فيها من عند رئيس الجمهورية. نحب نسألك سؤال واضح، اليوم علقنا العمل بالدستور أحمد نجيب الشابي؟ احنا اليوم خرقنا الدستور ودسنا الدستور، ويحبوا يعملوا خطوة أخرى وهو تعليق رسميا، وهي خطوة أخرى في إطار خرق جسيم جدا للدستور، وهذا محرم بحكم الدستور اللي حطوه نواب الشعب التونسي وصادقوا عليه بأغلبية ساحقة، واللي هو ما يتغير إلا بالطرق السلمية وبالطرق التشاورية وبالعودة إلى المواطنين. ما فهم حتى تونسي مهما كان موقعه عنده الحق باش ينفرد بالقرار ويعمل اللي حب، هذا غير مقبول. حتى إن كان رئيس الجمهورية اللي عنده دور حماية روكي. صار على حماية الدستور هو وين ياليته ايه. صار على حماية الدستور انتقادة تلسفية باش يقول كلام ما نحبش يقوله، هو راو عنده أمانة حماية الدستور والسهر عليه، راو عمل عكس ذلك، راو خطر مش جاثم وإنما جسيم، خطأ جسيم، ولو الخطأ هذا استشار من يقدر إن كان هناك خطأ أو لا؟ من يقدر؟ من يراقب رئيس الجمهورية اليوم؟ الكائنات الحية، يعني المجتمع التونسي. لا بالفعل المجتمع التونسي مجتمع حي، عنده نخب، عنده مخ. المجتمع الدولي كذلك يعرف الغث من السمين، وقت اللي تجتمع الدول السبعة، وقت اللي يجتمعوا 27 دولة أوروبية، وقت يجتمعوا الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وكلهم كلمة واحدة، راهي مش فدلكة مش لاعب. ما نجموش نقولوا للعالم طز يا عالم، هذا مش سياسة، هذه تهزنا للهاوية. وعلاش الهاوية؟ هلك المواقف السياسية الدولية روعة عندها ثمن مالي، رانا احنا في اشد الحاجة الى بوفيه اكسجين من عند المؤسسات الدولية، راهو بمثل هذه السياسات الخرقاء معهوش ممكن باش نتحصلوا على ادنى شيء باش نتنفسوا. راي البلاد قاعدة تهوى،
راي البطالة باش تزيد، رانا ماشيين إلى حالة لبنان، الناس تولي تاكل من القمامة. مش رئيس الجمهورية قال لك أنا مشيت لسبيطار فرديف لنلقى فيه لا ماء ولا كهرباء، كلمت رئيس الحكومة واستشرت رئيس البرلمان عن طريق الهاتف، كان الخطر داهما وهناك من دفع المليارات للتشويه وحتى الاغتيال. هو قاعد يصارح في الشعب، قاعد يقول لهم أنا هاو شنو اللي صار، هذاك علاش خليت تدابير استثنائية، أنا راني الفيناليتي متاعي، الهدف متاعي هو أنه إرادة الشعب يقع تكريسها من خلال كل الإجراءات، سواء تعليق دستور، تبديل دستور، نظام انتخابي جديد، اللي تحبوا انتم الكل، يلزم الشغل والحرية والكرامة الوطنية. علاش تحب الناس ما تصدقوش؟ علاش تحب الشعب لا يصدق مثل هذا الكلام يجي من الرئيس هما انتخبوه وهما عاطينو الشرعية والمشروعية؟ وانت وفي الاخر باش يقولوا لك انت احمد نجيب الشابي شنو اللي مقلقك في الموضوع؟ احنا عجبنا الوضع. انتم ماكمش وحدكم، انا واحد منكم، وبالتالي كيف يعجبكم وانا ما يعجبنيش، عندي الحق باش نقول ما يعجبنيش. وقت احنا بداو برشا وقطاعات كامله من المجتمع، رانا ما خرجناش من الشعب التونسي. الشعب التونسي راه مش قطيع، راه متنوع في تكوينه، في مكوناته الاجتماعيه، في مكوناته الثقافيه السياسيه، في مكوناته الجهويه، راه التنوع. وبالتالي وممكن أن غالبية الشعب التونسي في فترة ما تمشي في اتجاه ثم تراجع نفسها وتبدل الاتجاه، وبالتالي التحدث باسم الشعب وكأنه جلمود صخر حطه السيل من علي، راه هذا غير وارد، هذا غير عصري، هذا تفكير عتيق ما يمشيش. وبالتالي شنو مشكل سي قيس سعيد؟ سي قيس سعيد يقول حقائق وإنما يجيرها للباطل. الحقيقة شنية؟ أن المستشفى في المظلة ولا في المتلو في الرديف ما فيش أكسجين، وأنه تدخل ليلا بجابوا الأكسجين من صفاقس، وأن التوانسة كل كانت تعاني من نقص الأكسجين ومن نقص التلقيح، والناس الكل كانت تتفرج، هذه واقع، الحكومة كانت هذه حقيقة في اجتماعات بلا أهداف. لكن الباطل شنو هو؟ هو أني نستغل تلك الحقيقة للانقلاب السياسي، للاستيلاء على الحكم، لإزاحة النخب على بكرة أبيها من الحياة السياسية. الأحزاب اللي مؤيدته مش بركة ما عادش يقبلها ولا يهز عليها التليفون، يهاجم فيها في خطاباته، في الخطاب الأخير هذايا بالتلميح هاجم أقرب الناس إليه، اتحاد الشغل ما يهزش عليه التليفون. فأخويا البلاد بلادك، هو يقول لك بلادي وبلاد الشعب، أيوا احنا شكون؟ احنا منين؟ جايبنا السيل يا اخي، ما انا اولاد هالبلاد وندفع الضرائب مش برك الماليه ومن حريتنا ومن جهدنا من اجل سعاده هالبلاد. وبالتالي هذا منطق يعني خارج تماما عن الشرعيه الديمقراطيه والثقافه الديمقراطيه وعن الحياه الدستوريه. والتوانسه سمحني باش نذكر السيد قيس سعيد من عام 1919 جعلوا من الدستور المطلب الاول في 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 حياتهم الوطنيه، وفي عام 39 من اجل البرلمان ماتوا الشهداء. ما عندوش الحق باش يضرب هذا بكود بيه، ما عندوش الحق، وراو يغلط، راهو في ورطه، وراو الزنقه قريب باش توفى بالهذا. وين باش توفى الزنقه؟ لانه لطف علينا سي عم الزناقي، اليوم فما مسار شبه واضح اعلن عليه رئيس الجمهوريه، فما احكام انتقاليه هي اللي باش تهزنا من الوضعيه الحاليه، هي هذيك الثنيه. يا اخي بالكيف هي الاحكام الانتقاليه؟ الاحكام الانتقاليه مطلوب منها باش تعوض الدستور، فما احكام دستوريه خرجنا منها اذا نتفاهموا كيفاش نرجعوها. قال لك الاحكام الانتقاليه جاهزه. هو جهزها، هو في مكتوبه ما فماش احكام انتقاليه، الاحكام الانتقاليه راهي تخرج في ظرفيه معينه لحلانك الظرفيه. فبالتالي اذا كان هو في البيوت المغلقه والمظلمه عمل احكام انتقاليه، قولوا له لا، عندنا احكام دستوريه خرجت عليها انت بالذات. فبالتالي تعال نجلس حول مائده مستديره باش نعود إلى الحياة الدستورية وإلى الشرعية الانتخابية. وإلى ما تحبش وين نمشيو؟ للديكتاتورية؟
احنا في الدكتاتوريه، مازالت الدكتاتوريه ما تمكنتش منا، ولكن قاعده تولد وتتطور امام اعيننا. والحفاظ على الحريات والحقوق التامه في الدستور احمد نجيب الشابي، باب الحقوق والحريات الوحيد الذي سيقع الاحتفاظ به، هذه مش غارونتي. سامحني، الواحد كي يخطب على روحه يقول اللي يحب. احنا عشنا في عهد الرئيس زين عابدين الله يرحمه، كيف تسمع الخطاب نتاعه والاذاعه وقتا فماش ديمقراطيه اكثر من تونس، وحنا كنا نعيشوا الاستبداد المطلق، وبالتالي ما يقوله عن نفسه سيد قيس سعيد هو حر. احنا هالحريات راوها مهدده، راو خصوم السياسيين اليوم في السجن، اليوم في السجن، راو ان محاكم غير مختصه حكمية باش تقضي في شأن مدنيين قاعدة تقضي في شأن مدنيين. شكون الخصوم السياسيين اللي في السجن؟ ياسين العياري مثلا، التبيني مثلا، لا أعتقد أنه هذو من الناس الاحتكاريين أو السراق واللي عملوا حتى شيء، عملوا فقط أنهم ينقذوا سي قيس سعيد. اللي هو قيل أنه فيهم أحكام قضائية صادرة قبل 25 جويلية. لا سي ياسين العياري فعلا فما حكم قضائي صادر في شأنه قبل 25 جويلية وقضاه وانتهى. قاعد غادي من أجل 6 قضايا أخرى ركبوهم له كلها سياسية وقائمة على جريمة رأي. كيفاش تقبلوا هذا؟ راو أكلت يوم أكل الثور الأبيض، رأي الدكتاتورية كالنار تبدأ من بقعة وتعم على البلاد التونسية الكل. فعلا فما مقولة فرنسوية لابد ما مش ممكن باش نقولوها، مش ممكن يعني مش لازم نقولوها. لا معناها المثال واحد يقول في وقفوا الشيوعيين، ما قلت حتى شيء خاطرني ما كنت شيوعي. وقفوا النقابيين، ما قلت حتى شيء لأني مانيش نقابي. وقفوا اليهود، ما قلت حتى شيء لأني مانيش يهودي. ونهار تلقى جاو وقفوني ما بقى حتى حد باش يتكلم عليا. هذوما السيتاسيون اللي تقالوا للتنبيه من مسار ديكتاتوري أو ديكتاتوري عنيف، معناها قاعد تقولنا اللي جاينا وهج كبير معناها. التنبيه من السكوت على الديكتاتورية، دوب ما تقع يلزمك تتكلم عليها، ما تخليهاش اللي تاكلك وبعد تقول يا ليتني تكلمت وقت اللي بدات في غيري. سي نجيب انتهى الوقت، لو كان نلخصوا في كلمتين، اليوم المطلوب انه القوى التي ترى انه المسار في الطريق غير صحيح ان تتكلم وتذهب بمشروع لرئيس الجمهوريه وتحاول تصحيح المسار. معناها لا كوميونيكاسيون مع رئيس الجمهوريه اليوم هل هي الشرط حتى تتمكن الاصوات المخالفه لي من انها تمرر المشروع تدخل في الحكايه؟ سي فيغوي سي نجيب، احنا خلافا للرئيس الجمهوريه ما نقصيوش من الحياة السياسية. لا هو مقصدكم رأي. ايه هذاك السلطان. ليه هو ما يسمعكمش؟ ايه كيفاش تعملوا؟ هو طرف، وبالتالي المجتمع المدني والسياسي إذا توافق على خريطة طريق بسيطة فيها حكومة إنقاذ سريعا وفيها إصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي والذهاب إلى الشعب عبر استفتاء وانتخابات مبكرة، أنا أرى هذه خريطة طريق تعرض على رئيس الدولة قبلها قبلها، ما قبلهاش يصير حراك شعبي من أجل أن تفرض. وهني قلت هل صار حرك شعبي نهار السبت اللي فات سنجيب؟ لا صار حرك شعبي مناهض لرئيس الجمهورية، كانوا حاضرين فيه 200 شخص. لا هو لناش مناش نقلوا احنا من قيمة راو الرأي متين. المخالف، لكن قيس سعيد بيدو استشهد بذلك وقال هاوك حبوا يتعرضوا لي ويقفوا أمام مسار اللي أنا عامله لإرادة الشعب وكشفتوهم عددهم. مرة أخرى سي قيس سعيد يقول على روحه اللي يحب، وقت يقول 200 ونقول له أنت غلط والصور موجودة وأنا عمري 70 سنة بالفلوس هبطوا قلب 77 عديت منها 50 سنة، فما على الأقل بين 5000 و6000 تونسي في شارع الحبيب بورقيبة. هؤلاء الناس يمثلوا على التيار، ما يمثلوش الشعب التونسي كامل، حقهم باش يتظاهروا. أكيد الأمن أحماهم وبارك الله فيه، وظنينا وقت اللي ما وقفوش مخلوف، ووقت اللي قالوا اللي هما نحاو إجراءات المنع التعسفية والجماعية، ووقت اللي يعني خذوا زوز ولا ثلاثة إجراءات، قلنا هاو بدا يرجع الرشد وربما باش يتنفس. وبالتالي المنع من السفر كما كان بالأمس، البارح المحامي السعداوي أودي على السجن من طرف محكمة عسكرية، ما تكلمش على سي مخلوف لأنه يظهر الملابسات غير الملابسات العادية. واضح، شكرا لك عايشك أحمد نجيب شابي، شكرا لك، ميرسي بوكو لكم الكل. فاصل صغير ونرجعوا لمع الناس المرة هذية انتوما باش تتكلموا وتقولوا لنا شنو اللي عينتوا وشنو الأخبار اللي توصلوا همنا كمواطنين صحفيين.